السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نبلش شرح سلسلة مادة Advanced Mechanics of Materials أو Advanced Mechanics. المادة صراحة ممتعة، بدايتها كثير تشبه مادة مقاومة المواد اللي كانت بالبكالوريوس، ولكن هون احنا راح نركز على الكونسبت أكثر من الحل أو من الحفظ. يعني مع هيك أنا راح أكون الفيديوهات مائلة شوي للحفظ لضيق الوقت، يعني إن شاء الله ممكن في الأيام الجاي يكون في فضاوة راح نفصل معلومات أكثر. طيب، أول شغلة بدنا نحكي عنها بدنا نحكي عن الأناليسيس أوف ستريس. يعني إحنا المواضيع اللي راح نشرحها ستريس والسترين مبدئيا. إحنا لو كان عندي أي جسم معين بالحياة، أي جسم بغض النظر، ستراكتشر زي فيكس سبورت مثلا زي هيك، وهذا بيم، هذا البيم بدي اشوف شو الاسترس اللي عليه. بس لما اجي بدي اشوف شو الاسترس اللي عليه، باخذ اليمنت عشان ادرسه. هذا الاليمنت باخذه حسب اذا الشكل 3D او 2D. اذا كان الشكل 2D فالاليمنت زي هيك، اذا كان الشكل 3D بيكون اسمه فوليوم اليمنت، فبدي ارسمه على شكل 3D زي هيك مثلا. واذا بدي ارسم جميع المحاور زي هيك 3 فيسز مثلا 6 فيسز. طيب، هسه بدنا نركز انه احنا دائما عندنا الفورس او الستريسز بشكل عام هي الفورس على الاريا، هي الفورس على الاريا. طبعا هي كيف اجد الفورس بتساوي او الستريس هي الفورس على الاريا؟ احنا بشكل عام لو كان عندي اليمنت صغير، مساحته دلتا ايه، والفورس اللي عليه هي دلتا اف، عمودية عليه نورمال يعني، فأنا بقدر أقول إنه الليمت. ما هو هسا إحنا هون بنحكي عن إيش؟ بنحكي عن انفينيتيزمنت إليمنت، يعني صغير جدا. فأنا إذا قلت الدلتا إيه تقريبا تؤول للصفر، بقدر أحكي للفانكشن دلتا اف ان على دلتا ان دلتا ايه اعطيني الستريس. اي ستريس؟ ستريس نورمال، ستريس نورمال ستريس. الشير باخذ شير فورس، مش هسه هاي عمودية على المحور. يعني لو انا كان الشكل عندي زي هيك، هاي الفورس هي نورمال، نورمال على مين؟ على الفيس. هذا هاي الفورس هي شير تقص، واي الفورس برضو شير. عشان هيك لما نيجي هسه نرسم ال 3 دي، ال 3 دي اليمنت راح يكون بالشكل التالي. ايوه، ال 3 دي اليمنت راح يكون بالشكل التالي. لو فرضنا هذا المحور هو اكس، وهذا واي، وهو وهذا زد. هذا الفيس هذا اسمه، ايوه، موازي لمين؟ للاكس فيس. فهذا اسمه الاكس بيس اوف الفيس او بوزيتيف اكس فيس. هذا موازي للزد، فهذا بوزيتيف زد، اللي ورا من ورا اسمه نيجاتيف. احنا دائما نرسم على البوزيتيف. وهون نفس الشيء، هذا موازي لمين؟ للواي. فهذا بوزيتيف واي، النيجاتيف واي اللي من تحت اللي احنا مش شايفينه. طيب، هسا كيف احنا بنتعامل مع هذا الشيء؟ خلينا نرسم الفوليوم اليمنت. طبعا هو مرسوم، القوة موجودة، بس بدي اوضحها، اكثر يعني في حل تقدر توضحها بشكل مناسب. عندي هذا زي هيك، زي هيك فيس مثلا، بطل مكعب يعني مشوها. طيب عندي زي هيك، ها في عندي المحاور، برسم المحاور على جنب عشان ما نخرب الرسمة. هيك المحاور عندي، هذا اكس وهذا واي، والزد دائما عمودي عليهم. يعني اذا بتطبق قاعدة اليد اليمنى زي هيك، فابهامك راح يجي على الزد. طيب هذا الاكس فيس، فالفورس العمودية عليه هي فورس، ولكن لو قسمته على الاريا هاي فبصير ستريس. فهاي هي اتجاه الفورس المسبب للستريس، وليست اتجاه الستريس. الستريس مش فيكتور، ركزوا كثير عليها، الستريس مش فيكتور. هو معنى انه في سهم زي هيك هي الفورس اللي سببت الستريس. صار هذا بوزيتيف اكس، فهي اسمها ستريس اكس. فهاي نورمال ستريس واي، وهاي نورمال ستريس زد. طيب هسه هذا الفيس
لو انا عندي الشير فورس، الشير فورس راح تكون باتجاه هذا زي هيك. في عندي شير فورس باتجاه هذا، مش هذا هيك. طب هذول شو اتجاهاتهم؟ هسه هاي لا مش اتجاه هذا ولا اتجاه هذا، غلط. اتجاه هذا اتجاه هذا هيك البوزيتيف، لانه هذا بوزيتيف واي وهذا بوزيتيف زد. هسه انا وين واقف؟ واقف على البوزيتيف اكس، فهذا اسمه شير اكس وهذا اسمه شير اكس. بس هذا باي اتجاه؟ الزد. فهذا اسمه شير زد وهذا ايش اسمه؟ واي. فهيك قدرت احدد الشير. هون نفس الاشي، في عندي شير وهون في عندي شير. هذا الشير اسمه، انا باي فيس؟ فيس زد، فيس زد واللي فوق واي، فهذا واي زد او زد واي، ترى نفسها اشتقاقها، مش قديش كثير افحصله يعني. وهذا انا واقف عند زد وباتجاه مين؟ باتجاه اكس، فهذا الاكس زد. لاحظ انه بيلتقوا دائما بنفس الجهة، يعني هون ما راح يكون في عندي شير بالاتجاه هذا وشير بالاتجاه هذا. هذا فيس واي باتجاه الاكس، لاحظ انه التقوا مع بعض. هون نفس الشيء، شير واي باتجاه الزد، لاحظ انهم بيلتقوا مع بعض، فدائما بيلتقوا مع بعض. هاي الاتجاهات الموجبة، هيها زي ما هو مرسوم هون، زي ما هو مرسوم هون، هاي واي اكس، ها اكس واي اكس او اكس واي نفس الاشي، ترى ما بفرق اكس زد. طيب هسا هاف راح يكون في عندي 9 كومبوننت، 9 كومبوننت راح تكون بالشكل المصفوفة التالية: هايسترس اكس، هايسترس واي، هايسترس زد، نورمال ستريس. هاي شير اكس واي، شير اكس زد، شير واي اكس، شير واي زد، شير زد اكس، شير زد واي. هاي هي المصفوفة، ممكن تيجي في الامتحان زي هيك كأرقام، فأنت لازم تميزهم ولازم تحفظهم. سهل حفظها، الدياجونال دائما هو نورمال ستريس والباقي شير ستريس. الصف الأول بيمثل لي إكس، يعني أول حرف إكس، الصف الثاني واي، والصف الثالث زد. بس هي كل الفكرة، العمود الأول بيمثل لي إكس، فستريس إكس إكس هي نفسها ستريس إكس، أو يعني شير إكس إكس هي ستريس إكس، وهي واي وهي زد. بس افهمها زي هيك، ما في داعي تحفظها. إكس واي زد، إكس واي زد، واي واي ستريس واي، نورمال ستريس واي. طيب هيك حكينا كيف نرسم الفوليوم إليمنت. يعني انا لو كان معي ارقام لازم ارسم الفوليوم اليمنت. اذا في عندي شيء سالب ما بكتب سالب، بعكس اتجاه السهم، بعكس اتجاه السهم. بس احنا بهمنا دائما نعمل ترانسفورميشن اوف ستريسز، يعني نحول الستريس من اكس واي زد لايش؟ لاكس فتحه واي فتحه زد فتحه، بيعملوا لي زاويه ثيتا. هسه بال 2 دي اسمها ثيتا، بال 3 دي اسمها ال وام وان، راح نحكي عنهم بالتفصيل، يعني مش ممكن يكون في هذا الفيديو، يكون فيديو اخر يعني. طيب خلينا نحكي عن البلين ستريسز، عن البلين ستريسز كيف نعمل ترانسفورميشن لل 2 دي ستريسز. طبعا مع الملاحظه اثبات انه الشير اكس واي هي نفسها واي اكس هي سهل جدا، هي سهل جدا. يعني لو بدي احكي بس بشكل سريع، كان عندي هذا الشكل، عندي هون نقطة، عندي هون نقطة اسمها O مثلا، هاي النقطة تمام اسمها O. هسا شو بكون عندي؟ هذا الإليمنت دائما شير ستريس بالاتجاه هذا بيعمل لي كاونتر كلوك وايز، بالاتجاه هذا بيعمل لي كلوك وايز. هذا شير، هذا هو، إذا هذا بلين إكس واي فهذا شير إكس واي، وهذا الكرم شير إكس واي. هذا نورمال ستريس اكس وهذا نورمال ستريس واي، ما عندي زد لانه هذا بلين، فهذا ستريس اكس وهذا ستريس واي. هاي الاتجاهات البوزيتيف ساين، انه تنشن تنشن، والشير بيعمل لي كاونتر كلوك وايز وكلوك وايز. طيب طلعنا هاي او هاي. هسه احنا مش هيك بتكون بالاصل، هيك ما بتكون بالاصل، بتكون كالتالي. احنا اذا هاي هي ستريس اكس، فانا في مسافة عندي هون، مسافة اسمها دي اكس، وهاي مسافة
دي واي. فلو اعتبرت المرجع عندي هون بسبب المومنت والى اخره راح يزيد عندي فورس ثانيه دي ستريس اكس، يعني راح يزيد قيمه انفينيتيزمال انكريمنت دي اكس بارشل في دي اكس. هون نفس الاشي، هون نفس الاشي هكون عندي ستريس واي زائد بارشل ستريس واي على بارشل واي في دي واي، والشير بنفس الطريقة، في عندي شير زائد بارشل شير اكس واي على بارشل اكس دي اكس، وراح يكون عندي هون نفس الاشي بس ايش بدل اكس واي، وباجي باخذ مجموع المومنت عندي الاو بيساوي صفر. فبشوف شو الفورسز بتعمل، راح يعني في شغلات راح تلغي بعضها زي نورمال ستريس اكس راح يلغي بعضه كامل، يعني هذا خط ما بدي اياه، بيضل عندي مين وهذا كمان راح يلغي بعضه، فمين راح يضل عندي؟ راح يضل عندي شير اكس واي زائد هاي القيمة هاي مضروبة في المسافة دي اكس على 2، راح يكون عندي هاي الفورس اللي هي عبارة عن شير اكس واي لحالها مضروبة في دي واي على 2، راح يكون الفورس عندي هاي اللي هي برضه شير اكس واي في المسافة دي اكس على 2، والمسافة اللي هاي اللي هي شير اكس واي زائد بارشل اكس واي على بارشل واي دي واي في ايش؟ في دي واي على 2، بجمعهم مع بعض يعني، او يعني بشوف الاتجاهات موجب وسالب والى اخره، راح نوصل لنتيجة نهائية اخر اشي انه شير اكس واي دي واي دي اكس ناقص شير واي اكس دي اكس دي واي تساوي صفر، دي اكس دي واي تروح مع دي اكس دي واي، فهاي بتساوي هاي. طبعا بس هي هيك بتطلع معي. طبعا هاي انا على الفيس واي فهي اسمها شير واي اكس، هاي شير واي اكس، ولكن هاي شير واي اكس زائد بارشل شير اكس واي ولا واي اكس على بارشل واي دي واي، هيك بتكون عندي. فكله بيلغي بعضه، كله بالنهاية راح يلغي بعضه، ونوصل للنتيجة هاي، نوصل للنتيجة هاي، ما بدي كثير ندقق عليها يعني، بس هي كل الفكرة، هاي هي كل الفكرة. طيب هسه هيك انا حكيت كيف اثبت انه شير اكس واي هي نفس واي اكس، وبنفس الطريقه لو اشتغلت الزد والى اخره. هسه لو بدنا نعمل ترانسفورميشن ايكويشن، يعني احنا بدنا نحول هسه هذا الستريس، بتلاحظ انه 2 دي ستريس مش 3 دي، حتى لو مرسوم فوليوم ايمت. ليش؟ لانه ما في عندي زدات، مش ولا مركب على الزد، عندي بس ستريس اكس ستريس واي شير اكس واي. فشو بعمل هون؟ لو انا بدي اعمل ترانسفورميشن بدي اشتق، لو انا ايش تعمل بدي اشتق، بقول لك خذ اليمنت مثلا زي هيك، هذا المثلث يميل بزاويه ثيتا، وجيت قلت لك هاي النقطه اسمها بي، وهاي النقطه اسمها اي، وهاي النقطه اسمها سي، راح ينتج عندي المثلث اي بي سي. هذا الضلع طوله دي واي، او ممكن تسميه او مساحته لو هي لجوا زي هيك كمساحة، هي سماكته لجوا نعتبرها يونيتي واحد، والاريا هي اي، هي ايش اي. هسه هاي الزاوية ثيتا، هاي الزاوية ثيتا، فبي سي طوله واحد، فهاي بتكون ساين ثيتا في الثيكنس، وهاي نفرض انه طوله واحد يعني فرض، وهاي كوساين ثيتا، فهي هي الاريا. هسا انا الستريس اللي عندي انا راح يكون في عندي نورمال ستريس من هون، شير ستريس او نورمال ستريس واي من هون، في عندي شير من هون، وعندي شير من هون، زي هيك راح يكون عندي. فانا شو بعمل؟ كل الفكره والى اخره انه بحكي مجموع f x تساوي صفر، مجموع f y تساوي صفر.
هسا بنفس النقطة هاي اللي أنا أخذتها، نفس النقطة هاي اللي أنا أخذتها، هام في عندي stress resultant، في عندي شيء اسمه stress resultant، اسمه shear X واسمه shear Y. stress resultant، stress resultant. فأنا لو أخذت مجموع F X تساوي صفر، راح أقول عندي في shear resultant في area واحد، هي في الطول واحد، تساوي stress X في كوساين ثيتا، ما هذا طلع كوساين ثيتا في واحد، زائد ما اخذ على الاكس، شوف عندي على الاكس كمان شير اكس واي، في شير اكس واي هون، هاي ما بنفس الاتجاه، هاي عكسهم، ناقص شير اكس ناقص ستريس اكس ريزلتنت في واحد يساوي الباقي، اللي هو شير اكس واي او واي اكس. وايش المساحة؟ المساحة المؤثرة، مساحة الشير، هاي المساحة ايش؟ ساين ثيتا. نفس الطريقة سيجما اوف واي تساوي صفر، بقول في عندي فورس هاي لتحت، وعندي فورس اللي هي شير واي اكس او اكس واي، وعندي هاي الفورس اللي هي ستريس واي تساوي تي واي. الاريا اللي هون للشير هي كوساين ثيتا، والاريا اللي هون هي ساين ثيتا، فراح ينتج عندي ستريس ريزلتنت واي في واحد تساوي ستريس واي في ساين ثيتا، اي مو هذا الضلع ساين ثيتا، زائد هذا الشير اكس واي في كوساين ثيتا. طيب هيك قدرت اطلع مين؟ طلعت اطلع ريزلتنت اكس ريزلتنت واي. طيب برجع بكرر، برجع بكرر، انا فارض عندي اريا تساوي واحد او يونيتي الشكل هيك، هذا ستريس واي، فشو الاريا اللي مأثر عليها؟ ساين ثيتا، ساين ثيتا في واحد، هذا كوساين ثيتا. فالنورمال ستريس القوة العمودي، المساحة العمودية على الستريس، الشير ستريس الموازي، فعشان هيك بتكون الاريا ساين ثيتا. طيب احنا قلنا اتفقنا انه هذا شير اكس او ستريس ريزلتنت اكس، وهذا ستريس ريزلتنت واي، واتفقنا كمان انه لو اخذنا البلين، هذا البلين والعمودي عليه زي هيك، هذا ستريس، كل ستريس، هذا اكس برايم واي برايم، اكس برايم واي برايم، هون انا بدي احول الستريسز، هون بدنا نحول الستريسز. انت شو اللي بصير عندي؟ بصير عندي كالتالي، هاي الزاوية هي ثيتا، هي مين؟ ثيتا. فبالتالي لو هاي اكس فتحة، يعني هون بهذا الاتجاه يكون في عندي ستريس اكس فتحة، فستريس اكس فتحة شو بتساوي؟ شير اكس كوساين ثيتا، ريزلتنت اكس كوساين ثيتا راح تتحلل لهذا الاتجاه، وهاي راح تتحلل برضه لهذا الاتجاه، فهي موجب ريزلتنت واي ساين ثيتا. فصل ستريس، الشير ستريس اكس تعوض مكانه هذا، والواي عوض مكانه هذا، راح توصل لنتيجة، هاي النتيجة. طبعا هذا الحكي اللي انا بحكيه هي كله هون في هذا الكتاب، ستريس اكس فتحة في اريا ناقص ستريس اكس في هيك، يعني فصله كامل، بس هون شو اخذ؟ اخذ مجموع اف اكس برايم، اخذه على المائل، بصير كل الاشتقاقات واحدة. هذا الاليمنت اللي انا رسمته اللي قلت عنه انا، هاي ساين ثيتا هاي كوساين ثيتا، هون كطلعهم كفورس، فاخر شيء راح توصل للنتيجة هاي. طبعا زي ما قلت انه طب كل اثنين ثيتا من وين اجت؟ كوساين اثنين ثيتا، بقول لك هي بس ترتيب رياضيات، هون ترتيب رياضيات، تمام. فهي كل الفكرة، هاي هي كل الفكرة. فبالنهاية أنا بهمني من كل هالليخة إنه قانون ستريس إكس فتحة، قانون شير إكس واي فتحة، قانون نورمال ستريس واي فتحة. هون إذا أنا بدي ترانسفورميشن من إكس واي لمين؟ لإكس برايم واي برايم، الثيتا بيقول لي إذا بدي لفت الثيتا رقم معين، إذا لفت الثيتا رقم معين 30 درجة 20 درجة، فأنا بكون معي الستريس، الستريس ماتريكس ستريس إكس، إحنا تودين بنحكي ستريس واي شير إكس واي شير واي إكس، هي نفسها أصلا، بدي إياها تكون ستريس إكس فتحة
شير اكس برايم 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 شير اكس واي برايم اكس برايم هي نفسها ستريس واي برايم، بدي احولهم من هذول لهذول، فبطبق فقط العلاقات هاي. او ممكن استعمل مور سيركل اللي راح نحكي عنها كمان شوي. طيب هسه بدنا نعرف اشي مهم، ايش اسمه برينسيبل ستريس اند ماكسيمم شير ستريس، هذا القواعد. هسه احنا هدفنا نوجد الزاويه اللي راح تعطيني ماكسيمم نورمال ستريس، بس احنا ما بنسميه ماكسيمم، بنسميه برينسيبل. بنسميه ايش؟ برينسيبل. دائما النورمال ستريس بنسميه برينسيبل، والشير ستريس بنسميه ماكسيمم او مينيمم. فبالتالي انا اذا بدي اوجد الزاويه اللي راح تعطيني ماكسيمم ستريس بنشتغل رياضيات، بنرجع لتوجيهي، بنشتق وبنساوي بالصفر. اشتق هاي دي اكس دي ستريس اكس برايم على دي ثيتا، اشتقها وسويها بالصفر بطلع ثيتا. الثيتا هاي بسميها ثيتا برينسيبل، ثيتا برينسيبل هاي اذا اشتقيتها بالنسبه للشير بطلع ثيتا شير، وراح نوصل لنتيجة نهائية إن الثيتا شير تساوي الثيتا برينسيبل زائد باي على 2 اللي هي 5، باي على 4 اللي هي 45 درجة. راح نوصل للنتيجة نهائية، ما بدي أدخل بالاشتقاق، راح أدخل لقوانين الماكسيمم ستريس والماكسيمم والبرينسيبل ستريس. كيف راح نوصل؟ نوصل لعندهم، هي بتيجي من الاشتقاقات، من الثيتا اللي طلعتها برجع بعوضها بالقوانين وبنوصل لعندها. المهم عدة مصطلحات بدك تعرفها. أولا ستريس افريج، احنا كل شغلنا هون 2D stresses، هو ستريس اكس زائد ستريس واي على 2. طبعا الاكس والواي معطيات، مش نغلب حالنا، هي ستريس اكس زائد ستريس واي على 2. هنعرف انه في عندي شيء اسمه radius اللي هو شير x y max. طبعا زي ما قلت لكم هي اجت من اشتقاقات للجذر التربيعي، ستريس x ناقص ستريس y على 2 لكل تربيع زائد شير x y تربيع. فالستريس ماكس، الماكس ستريس اللي هي البرنسبل ستريسز، راح تكون ستريس افريج زائد الار اللي طلعتها. ستريس مينيمم هي ستريس افريج ناقص الار. هذول برينسيبال ستريسز، هذول برينسيبال ستريسز. هسه في عندي هاي القوانين المهمة، في عندي برينسيبال بلين اللي الثيتا اللي انا طلعتها من الاشتقاق، ثيتا برينسيبال هي عبارة عن تان انفرس، انفرس لا 2 شير اكس واي على ستريس اكس ناقص ستريس واي. طبعا في عندي ثيتا برنسبل 1 وعندي ثيتا برنسبل 2، واللي هي ثيتا برنسبل 1 زائد 90 درجة، زائد 90 درجة اللي هي باي على 2. ليش؟ إيش ثيتا برنسبل 1 ثيتا برنسبل 2؟ ما هو عندي أنا مين؟ x برايم واي برايم، واحد هون واحد هون، ليه يعني هيك 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 هيك، هاي ثيتا برنسبل 1 وهاي ثيتا برنسبل 2، بس يعني واحدة بالنسبة للمينيمم وواحدة بالنسبة للماكسيمم، بس هيني هذول الموجودين. وهاي المعادلات بقدر ارسم منها رسمة اسمها مور سيركل. هسه ثيتا اس قلنا هي يا يعني نطبقها من القانون، يا يعني نقول انها ثيتا برنسبل زائد 45 درجة. طيب هسه بدنا نيجي لإشي مهم كثير اسمه ستريس، خلنا اكتب كتابي ستريس تراجكتوريز. تمام، ستريس تراجكتوريز هي بكل بساطة انه اوجد، طبعا لازم كل ما يمطيها ستريس اكس ستريس واي شير اكس واي،
لو أخذنا example، كانت stress x هي 14، stress y هي 4، stress x y 10، حيث 10 ميجا باسكال. الوحدات مهمة جدا بالامتحان. طيب لما يقول لي ارسم stress trajectory، يعني أنا بدي أرسم رسمة أرسم عليها قيم x y، مش شيل x وشيل y، stress trajectories، إني أوجد قيم مختلفة لـ stress x prime و stress y prime. بما معناه وشو أعمل؟ أرسم رسمة ومن خلالها الـ maximum stresses بتكون هي stress max و stress minimum. فبتطلع معي رسمة بالشكل التالي زي الوردات. هسه راح أورجيكم إياها على الإكسل. بتطلع معي رسمة زي هيك، رسمة زي هيك تقريبا. هذا الخط هو اللي راح يعطيني ثيتا برنسبل، ثيتا ماكس، وهذا الخط هو اللي راح يعطيني ثيتا او ستريس مينيمم، اللي راح يعطيني ثيتا برنسبل 2. تمام. هسه القيمة اللي هون، طبعا هاي القيمة ممكن تقطع محور اكس، هون هي ستريس اكس الاصلي اللي هو 14. هون القيمة ستريس ماكس. هسه بنتعلم كيف نحسبها. طب ستريس ماكس بحسبها ليه؟ ستريس افريج زائد ار، يعني المفروض اطبق القوانين اللي كتبتها قبل شوي. هسه في اكسل هون، في اكسل انا عامله هون لموضوع ستريس تراجكتوري اللي هي هاي الرسمة اللي انا حكيت عنها. زي ما انا اعطيت الاكزامبل، اعطيت ستريس اكس، ستريس واي، شير اكس واي. فانا حسبت ستريس افريج، حسبت ستريس اكس اي، وحسبت الراديوس. شو عملت؟ خلينا نشوف كيف رسمنا الستريس تراجكتوري. وهذا الشيء اللي انا حكيته، رسمت خط زي هيك، رسمت خط زي هيك. لاحظ انه تقاطعها مع الصفر قديش اعطاني؟ 14. هيها، ما هو نركز احنا، هاي الرسمه هي قيم الستريس اكس فتحه عند قيم مختلفه من ثيتا. فاذا ثيتا صفر يعني انا هون، فوين قطع؟ هون، فهي 14. نركز، يعني ثيتا 90 يعني هون اليمين، ثيتا 90 يعني ستريس واي، كم ستريس واي وين قطع؟ هون عند 4. تمام. فانا رسمت عند قيم مختلفه من ثيتا، من 0 الى 360. فرسمت معي الرسمه هاي، الرسمه احداثياتها محور اكس، احداثيات الاكس هي اي 2. خلينا نشوف شو الاي 2. هي اكس ستريس اكس، ستريس اكس بار كوساين ثيتا. هاي ستريس اكس بار، هاي ستريس اكس بار من القانون اللي تعلمناه. فاحداثياتها ستريس اكس بار كوساين ثيتا، هاي على محور اكس. فلو قلنا على وسط صفر فهي 1، فستريس اكس بار هي نفسها هيها. وعلى محور واي هي ستريس اكس بار ساين ثيتا، ستريس اكس بار ساين ثيتا. اذا انت رسمت هاي الرسمه الاحداثيات او عوضته مع ثيتا مختلفه، شو راح يعمل؟ راح تطلع من الرسمه هاي. هذا محور الماكس وهذا محور المينيمم، بس هاي المينيمم وهاي الماكس. ولاحظ القيمه اللي هون، القيمه اللي هون هي راح تكون 20.8، هي 20.8، 20.18. طيب بس هاي هي الستريس تراجكتوري. هسا بدنا نتعلم كيف احنا نرسم استعمال المور سيركل. راح يكون هذا الفيديو رقم 2.